أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. هذا اليوم يوم خاص اللي احنا المفروض يكون ذكرى ونتأمل ونتمعن في هذا اليوم اللي احنا اليوم طبعا سبتمبر 11 2020، لكن اليوم حدث أو نتذكر حدث في سنة 2001 في شهر أيلول سبتمبر، وحدث أنه طبعا كارثة كبيرة، الطيران اللي ضربت التوين تاور في أمريكا، وطبعا عدة طيران وراح ضحيتها حوالي 3000 شخص بريء. نتذكر هذا الحدث، وطبعا مشاعرنا وقلوبنا مع الأمريكان، وربنا يعزي كل العائلات اللي دخلت في هذه الوضعية المأساوية الصعبة جدا، ومنصلي انه ربنا يحول كل الأمور إلى خير وحلاوة أيضا. لكن شو اللي بنتعلمه من خلال 11 سبتمبر؟ بنتعلم عدة أشياء. يعني العنف والقتل أول شيء هو مش من الرب، هو من الشيطان. مكتوب عن الشيطان: كان ذاك قتالا منذ البدء. فإذا الشيطان صفته العنف والقتل، وقتل كمان الأبرياء، لأنه صفة الشيطان التدمير والخراب والهلاك أيضا. مكتوب أيضا: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، لكن قال يسوع: أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فلاحظ الشيطان اللي هو الإرهابي ليسرق ويذبح ويهلك، يسوع جاء حتى يعطي حياة، حياة فياضة، حياة فضلة، حياة كريمة، وحياة في الحاضر، والحياة الأبدية أيضا. هذا هو عمل يسوع المسيح. شيء آخر أحبائي، العنف يولد عنف، والدم يولد دم، أو كما قال الرب يسوع في بستان جتسماني عندما حاول بطرس أن يدافع عن يسوع المسيح، ضرب واحد من عبد رئيس الكهنة وقطع أذنه، فقال له يسوع: رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، أو بالسيف يهلك. وهذا مبدأ على مر العصور وعلى مر الأزمان، إنه دايما العنف بيولد عنف، وإذا عين بعين فكل العالم رح يكون أعور، وإذا سن بسن أغلب العالم رح تفقد أسنانها، وإذا يد بيد نص العالم رح تكون بلا إيدين بسبب السرقة والكذب، إذا في كذب يمكن أغلب العالم رح تتقطع ألسنتها. لكن هل هذا هو الحل؟ الحل هو التغيير الداخلي. اقطع أيدي أو اعمي عيون، لكن ما غيرت الإنسان من جوا، ما غيرت الكيان من الداخل. اللي بيغير من جوا هو عمل روح الله القدوس في الكيان عن طريق الإيمان بالرب يسوع المسيح. مكتوب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. العنف والقتل هو ليس شيء جديد، من بداية التاريخ، من بداية أيام، نقرأ عن العائلة الأولى: قائين يقتل أخيه هابيل، ثم الله ينادي قائين: أين هابيل أخوك؟ ولاحظ الكلام اللي قاله الرب، يعني دم الأبرياء هو دايما بيصرخ للرب.
في سبتمبر 11 راح ضحية 3000 شخص بريء، منهم اللي كان عندهم طموحات، منهم الكبار والصغار، من ديانات مختلفة، من ألوان مختلفة، منهم الامرأة والرجل، منهم اللي عندهم محبة عظيمة في داخل بيوتهم، كل هذا انفقد. فمن أول الأيام وهذه الدماء بتصرخ، بقول للرب صوت دم أخيك هابيل صارخ إلي من الأرض، وكأنه الدم عم بيصرخ إلى الله. فإذا الدم أحبائي بجيب لعنة على الأرض، والبلاد اللي بتمارس العنف واللي بتمارس القتل بغض النظر بأي اسم، باسم الدين، باسم السياسة، باسم أشخاص، بحب الانتقام، دايما الدم أحبائي يعني بجيب لعنة وعدم البركة في حياة الناس. ربنا ما بحب الظلم، ربنا بهمه العدالة، ربنا بهمه الناس. دائما دم الأبرياء بتصرخ للرب، ولاسيما عندما تسكب على الأرض، صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. تعرف أحبائي، بعد ما قتل قائين هابيل، بنشوف حتى الوصية، وصية عدم القتل، مش في الوصايا العشر، قبل الوصايا العشر في عهد الله مع نوح، عندما طبعا وقف الفلك على جبل أرارات، وبعدين نشفت الأرض ونزل نوح وفعلا قدم حيوانات وطيور تقدمة وذبيحة للرب، الحيوانات الطاهرة طبعا. ولاحظ في العهد النوحي، يعني كان في عدة أشياء في عهد نوح في تكوين إصحاح 9، لكن حابب أقرأ شيء مهم قاله الرب: سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فإذا الإنسان معمول، الإنسان مخلوق على صورة الله الأدبية والروحية أيضا. فإذا يعني شو اللي بنتعلمه من سبتمبر 11، إنه كل نفس هي غالية وهي عزيزة في عينين وعلى قلب الرب. وعلى فكرة بغض النظر شو خلفيتك، شو ديانتك، مسلم، مسيحي أو أي ديان أخرى، كل البشر مخلوقون على صورة الله الأدبية والروحية طبعا، مش الجسدية، لأن الله حاشا أنه يشبه لأي شيء. ثم أحبائي، أنه العنف والقتل هي صفة الشيطان، فالناس اللي بتقتل واللي بتسفك الدم واللي بتحارب بغض النظر، يعني احنا نقولش حتى المسيحية ما فيش اشي كامل، لكن انا استطيع ان اقول لك الكتاب المقدس كامل، شخصية يسوع الرب كامل. فاحنا مش بنطلع على التاريخ وعلى شو صار، اطلع على المصدر. هل يسوع المسيح، مثال يسوع المسيح، علم العنف او امر بالقتل؟ حاشا. لكن ممكن تلاقيها في كل الكتب الاخرى، وبتلاقيها في السياسة وفي الدين في كل محل. ومشان هيك أحبائي، الكامل فقط شخص واحد، يسوع المسيح، اللي قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وإحنا بنعرف تاريخيا كل عنف كان السيف لا يفارق البيت، وكل شعب وكل أمة وكل دين بتمارس العنف لابد أن نحصد ثمن هذا العنف، هو عدم البركة واللعنة اللي بتيجي على أراضينا. وإحنا محتاجين نتواضع أمام الرب حتى الرب يرجع يبرئ ويشفي أراضينا. طبعا سبتمبر 11 أيلول بتخلينا نفكر، نسترجع بالذكرى، ناس أبرياء ماتت بسبب عمليات إرهابية باسم الدين، والذين طبعا قاموا بهذه العمليات الدينية والإرهابية
موجودون في قاع الجحيم، وللأسف يعني سفكوا دم أبرياء كثيرون، لكن الله هو الذي يعزي والرب هو اللي بيشجع. فنتعلم من هذه الدروس إنه الدم والعنف بجيبش أي شيء، بل بالعكس بجيب اللعنة وعدم البركة على حياتنا وعلى أراضينا. تعرف الرسول يوحنا قال: من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. فإذا أحبائي، كل نفس بتشاهدني هي غالية على قلب الرب، رجل امرأة، بغض النظر من أي دين من أي خلفية، أنت غالي جدا وعزيز على قلب الرب. ارفض العنف، قاوم العنف، بل بالعكس تكلم ضد العدالة، عدم العدالة الاجتماعية والظلم الاجتماعي والفساد اللي بيسبب كل أنواع الظلم والعنف في هذه الأيام. تكلم ولا تسكت، وحاول تكون أداة خير، تصنع خير، تنشر المحبة والفرح والسلام أيضا. وصلاتي إنه الرب يباركك. اعمل شير حتى يكون بركة للآخرين. وبالنهاية عاوز أقول شيء كتير مهم، أنا بصلي لكل شخص مليان بغضة أو حقد أو ضغينة، الرب يشفيك في محبة يسوع ويملأك بسلامه، تختبر الخليقة الجديدة، تتغير حياتك وتكون مؤمن، والرب يباركك.